جالت في شوارع مدينة الموصل نساء موصليات بالسيارات والدراجات الهوائية ضمن استعراض نظمه قسم تمكين المرأة في ديوان محافظة نينوى. وأكدت المستعرضات أن الغاية من إقامة هذا النشاط الميداني هو التأكيد على الدور الفاعل للمرأة في المجتمع وسعيها الدائم من أجل المساواة بينها وبين الرجل. احنا بما انه احنا مو بس نمثل نصف المجتمع بل كل المجتمع، ويجب ان نكون بجانب الحكومه المحليه. قسم تمكين المراه اليوم في ديوان محافظه نينوى بمشاركه نخبه من نساء محافظه نينوى من كل الاقضيه والنواحي وفتياتنا بالدراجات الهوائيه وبسياراتهم الخاصه. اليوم حبينا ان وبرعايه السيد نجم الجبوري ان يكون هناك استعراض في داخل المحافظه. النساء نينوى معروفات بالسياقة من أعوام طويلة، يعني هذا ليس بالأمر الجديد، لكن الجديد أنه إحنا يجب أن نقف بجانبهم دائما، وخاصة المحافظة في حالة إعمار وبناء مستمر، فحبينا أن نكون بجانبهم وتكون استعراض جميل منذ ساعات الأولى للصباح. يعني هي بصراحة صورة نمطية اللي معروفة على النساء أنهم ما يعرفون يسوقون، وأنه لأن بصراحة قبل كان لأن النساء قليلة بالشارع، فعنده شوية خوف ما تقدر السوق، ما تقدر براحتها، هاي شغله. شغله ثانيه، يعني انا كامراه تسوق بالشارع، المضايقات من الرجال ما طبيعيه، يعني ممكن مرات هو يسبب الحادث لكن هو يقول هي اللي ما عاد تعرف السوق. هسه حاليا انا قاعد اشوف بصراحه النساء، يعني حتى اذا نقول مثلا بهم ما تعرف السوق او شويه عندها خوف من الامر، لكن النساء هسه حاليا بصراحه انا اشوف يعني صاروا القياده عندهم يعني اقوى، صارت جريئه اكثر بالشارع. يمكن هذا الموضوع انه سببه انه زادت عدد النساء اللي بالسائقات اللي بالشارع، وهذا الشيء عزز من ثقتها بنفسها اكثر. اليوم هذا النشاط هو رساله الى جميع المحافظات والى جميع ابناء محافظه نينوى على مدى الاستقرار ومدى تفاعل كل شرائح المجتمع وعوده النشاطات الثقافيه والادبيه ونشاطات المراه، من ضمنها هذا النشاط وما سبقه نشاطات اخرى من ماراثون ومعارض و فعاليات تحث المرأة على دورها في المجتمع. واليوم الحمد لله نحن نشد على أيادي نسائنا العظيمات التي لهن دور كبير في المشاركة وإبراز طبيعة مجتمع محافظة نينوى وما تشتهر بها المحافظة، هي المدينة المدنية. واليوم هذا النشاط يدل على مدنية محافظة نينوى ومدينة الموصل.